الإمام أحمد بن حنبل ذكر عنه ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد، قال إنه سافر إلى بلد فصلى العشاء في مسجد وجلس في هذا المسجد يريد أن ينام، فأقبل إليه الحارس قال له أخرج من المسجد. قال يا أخي أخرج من المسجد أنا يعني ما في مكان أذهب إليه. قال أقول لك اطلع من المسجد، ممنوع النوم في المسجد. قال يا أخي أنا، قال أقول لك اطلع. قام الإمام أحمد وخرج من المسجد يتلفت يمين ويسار أين أذهب، فجلس على عتبة باب المسجد من الخارج. أقبل إليه الحارس ليقفل الباب فرأى الإمام أحمد جالسا على عتبة الباب، قال له قم من عتبة باب المسجد. قال يا أخي أنا أين أذهب، قال قل لك قم، ولا يعرف أن هذا أحمد بن حنبل. ثم أقبل هذا الحارس الغليظ وأمسك رجل الإمام أحمد وجره حتى وضعه في وسط الطريق. أحمد بن حنبل ينظر، طيب هذا يعني أول مرة أحد يفعل به مثل ذلك، وجعل يتأمل أين أذهب. فكان أمام المسجد دكان لخباز، هذا الخباز رأى هذا الشيخ في الطريق فقال يا شيخ يا شايب. قال نعم. قال تعال نم عندي في المخبز إلى الفجر. جاء أحمد بن حنبل وأقبل إلى هذا الخباز وجلس في المخبز. لاحظ أحمد بن حنبل أن هذا الخباز وهو يعجن وهو يخبز وهو يضع في التنور يسبح ويهلل استغفر الله استغفر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر، ويضع فيها التنور سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله استغفر الله استغفر سبحان الله. عادة الذي يسبح ويهلل ربما سبح وهلل لي ربع ساعة نصف ساعة بالكثير ثم يتعب، لكن هذا الرجل شغال تسبيح وتهليل تسبيح وتهليل ما تعب. فقال له أحمد بن حنبل منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال أي حال؟ قال التسبيح والتهليل. قال أنا منذ سنين على هذا الحال، بدل ما أظل ساكتا أسبح وهلل. فقال له أحمد بن حنبل أما تتعب؟ قال لا ما أتعب، تعودت عليه حتى أصبح عادة لي خلاص. فقال له أحمد بن حنبل فماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ الطاعة لها أثر في الحياة، الطاعة لها أثر في الحياة، إن للحسنة نورا في الوجه وراحة في القلب وسعة في الرزق وصلاحا في الولد ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في الوجه وسوادا في القلب وسقما في البدن وعقوقا في الولد وبغضا في قلوب الخلق. فأحمد بن حنبل يقول اكثارك من التسبيح والتهليل والاستغفار وتمجيد الله وحمده عز وجل اكثارك هل له أثر في حياتك؟ قال الرجل نعم. قال ما أثره؟ فقال أني ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه. قال سبحان الله، ما دعوت الله بشيء إلا أعطاك إياه؟ قال نعم والله، ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه إلا شيئا واحدا لا أزال أنتظره. فقال له ابن حنبل وما هو؟ ما هو هذا الشيء الذي تدعو به ولا تزال تنتظر إلى الآن أن يتحقق؟ فقال الخباز أن أرى أحمد بن حنبل. فقال له أحمد بن حنبل ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك. أثر ما طلعني من المسجد إلا تسبيحك وتهليلك، لو أنك ما سبحت وهللت كان أنا نمت في المسجد. قال ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك. ففرح الخباز وأكرم الأبا عبد الله الإمام.